السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سنة أولى كمبيوتر، معكم محدثكم إبراهيم عبد الحميد. هنبدأ مع بعض النهاردة في مكونات الكمبيوتر ونتعرف على كل مكون ووظيفته وشكله عامل إزاي. سنة أولى كمبيوتر. الكمبيوتر أصلا بيتكون من حاجتين أساسيتين، هما الهاردوير والسوفتوير، أو المكونات المادية بتاعته اللي اسمها هاردوير، يعني الشاشة، السماعات، الماوس، كيبورد، الحاجات اللي بلمسها او بشوفها، بلمسها بايدي او بشوفها بعيني. السوفت وير بقى دي البرامج، يعني الحاجات اللي بتبقى جوه الكمبيوتر، في قلب شاشه الكمبيوتر، جوه الشاشه نفسها، دي بقى اسمها سوفت وير، يعني البرمجيات. خلاص. الهارد وير ده بيترجموه عتاد، بيترجموه معدات، بيترجموه حاجات زي كده. السوفت وير برامج او برمجيات. الهارد وير اللي هي المكونات الماديه. طبعا قدامنا جهاز الكمبيوتر شكله عامل ازاي. جهاز الكمبيوتر بيكون من الحاجات اللي بنستعرضها قدام حضراتكم دلوقتي. اول حاجة بتقابلنا الشاشة، بنشوفها الصورة، الكيبورد، الماوس، الكيسة، طبعا ناقص السماعات. دولت اكتر حاجات احنا بنشوفها موجودة في اجهزة الكمبيوتر اللي احنا بنستخدمها. نشوف بقى الشاشة. شاشة مونيتور باللغة الإنجليزية. الشاشة فيها نوعين رئيسيين، الشاشة العادية دي اسمها CRT اللي هي زي التلفزيون بالظبط، الشاشة التانية اسمها LCD. دي مختلفة عن الأولانية في إن ديت بتعتمد على فكرة، ودي بتعتمد على فكرة أخرى. الناس بتوع الفيزياء يعرفوا الكلام ده، الاختلاف ما بين الشاشتين. طبعا الاختلاف ده ما يهمناش في حاجة، احنا يهمنا الشاشة حجمها ايه. الشاشة ديت موجود منها احجام كتيره جدا وكذلك الثانيه، بس الحجم ده بيقيسه دايما بالبوصه، بتبقى مثلا 15 بوصه، 17 بوصه، 20 بوصه، 21 بوصه، حاجات زي كده. دي الشاشات واحجام. الشاشه ديت موجود منها نوعين، الشاشه العاديه خالص اللي هي زي بتاعه التلفزيون، تلاقي الشاشه بتاعتها السكرين نفسها، الجزء ده اللي هو حته الازاز اسمها سكرين، انما الشاشه على بعضها كلها اسمها مونيتور. يبقى الجزء ده سكرين، كلها على بعضها اسمها مونيتور. الجزء الازاز ده او السكرين ممكن يكون له اكتر من حاله. الحاله الاولانيه ان هو يبقى عادي، اللي هو مقوس بتاع الكمبيوتر، بتاع التلفزيون. لو حضرتك شفت شاشه التلفزيون هتلاقيها مقوسه. الحاله الثانيه بقى ان هو يكون مش مقوس، يكون فلات، يعني مسطح. خلاص. يبقى مستطيل، يعني مسطح تماما. خلاص. دلوقتي الحالتين بتوع. انما ال LCD دايما بتبقى مسطح، ال LCD دايما بتبقى مسطح. طبعا ال LCD افضل بسبب انها بتاخد مساحه اقل، كمان الاشعه اللي خارجه منها بتبقى اقل من السي ار تي، يعني الاشعه اللي خارجه اللي هي بتاثر على العين في ال LCD اقل، الاشعه اللي خارجه من هنا بتبقى اقل من الاشعه اللي خارجه من هنا. بعد كده نبص على الطابعه. الطابعه ده جزء مهم في الكمبيوتر، بس احيانا كتير الناس اللي ما بتحتاجش تطبع ورق مش محتاجاه، بس هي جزء مهم وفعال جدا. وظيفه الطباعه ايه؟ ان الحاجه كتاب لما يبقى على الكمبيوتر انا احوله ورق، يعني انا مثلا عندي كتاب 500 صفحه صعب ان انا اقراهم على الكمبيوتر، فلو طبعتهم ورق بالنسبه لي هيبقى اسهل. الطباعه ديت اللي قدامنا ديت دي طباعه الالوان اللي اسمها الديسك جيت او الانك جيت. الطباعه ديت اساسا مش معموله لغايه طباعه الكتب او طباعه الابيض والاسود، هدفها الاول والاخير طباعه الالوان، لان هي في طباعه الابيض والاسود مكلفه، وفي بديل ليها اللي هو الطابعه الليزر اللي هنشوفها كمان شويه، دي احسن منها كتير في الموضوع ده لانها اقل تكلفه. فانت لو طبعت طبع الوان يبقى تطبع دايما تطبع دايما الوان او صور بمعنى ادق، كتابات ملونه او صور. بعد كده الليزر، طبعا الليزر بالاحجام والاشكال المختلفه ديت، دي دايما اللي بنلاقيها في المكتبات، ودي اللي بتطبع بكميات كبيره. هي غاليه لكن بتوفر تكلفه جامد جدا في الورق. الورق تكلفه طباعه الورقه نفسها رخيصه، انما في هناك تكلفه الطباعه في الالوان، تكلفه طباعه الورقه عاليه. طبعا موجود من الليزر الوان، يعني الليزر ده كل اللي بنلاقيه في السوق ابيض واسود، بس هو موجود منه الوان، بس اولا غاليه جدا، ثانيا محتاجه تصريحات امنيه للتعامل معها. السماعات سبيكرز. السماعات سبيكرز حقيقة هما السماعتين دول بس اللي اسمهم سبيكر.
اللي هما بيخرجوا الصوت اصلا، انما الجزء ده او الجزء الكبير دايما اللي بيبقى موجود في الجهاز ده اسمه سب ووفر. سب ووفر ده يعني مجسم الصوت او مضخم الصوت، وظيفته الاساسيه ان هو يجسم لك الصوت، يخليه كانه صوت حي، صوت مجسم. انما اللي بيخرجوا الصوت اصلا هما الاتنين الصغيرين دول. دي سماعات الهيدفون، دي طبعا بتتحط في الودان عشان انت بس تسمع، لو كنا في مكان عام ولا حاجة يبقى كل واحد يسمع لوحده، ما حدش يسمع اللي التاني بيسمعه، في نفس الوقت عشان نقلل الضوضاء، يعني في مكان عام في مكتبة مثلا وفي أجهزة كمبيوتر 10 15 جهاز والناس قاعدة، فلو كل واحد شغل حاجة وسمعنا صوت يبقى دي بتحل المشكلة في العادي، ان كل واحد بيبقى له سماعة خاصة بيه. بعد كده الكيسة، ده شكل الكيسة، ده الجزء الحديدي من الكيسة، الجزء اللي هو معروض قدام حضراتكم ده، دي الكيسة وهي فاضية. بعد كده احنا بنملاها، ده شكلها زي وهي مليانة، الشكل اللي قدام حضراتكم ده. الكيسة بقى جواها كل أجهزة، كل الحاجات المتعلقة بالكمبيوتر، الحاجات المهمة كلها جوا الكيس. من أهم الأجزاء في الكمبيوتر الجزء ده، الجزء ده اللي هو المستطيل ده أو المربع ده، اسمه المذر بورد، اللوحة الأم. دي المذر دي حاجة مهمة جدا في الكمبيوتر، لأن دي بتمثل العمود الفقري للكمبيوتر، الجزء اللي بيربط كل أجزاء الكمبيوتر ببعض، يعني وظيفتها الأساسية ربط كل أجزاء الكمبيوتر ببعض، لأن الكمبيوتر مكون من أجزاء فتافيت، يعني كل جزء أصلا بيشتغل بس ما بيعرفش يشتغل لوحده، فبيحتاج مساعدة من حد، فمين اللي هيربط ما بينهم؟ المذر بورد. خلاص، دي المذر بورد. آسف، المذر بورد. بعد المذر بورد هناخد الهارد. عندنا في الجهاز ده 3 هاردات، اللي هما الأجزاء اللي أنا بعلم عليها دي، 3 هاردات. الهاردات ديت وظيفتها انها بتخزن البيانات، يعني الحاجات اللي حضرتك بتشوفها على الجهاز بتاعك متخزنه على هارد. خلاص تمام. طبعا في حاجه مهمه جدا اللي هي المراوح، ولابد ان الجهاز يكون حاصل على تهويه جيده، فالتهويه ديت ما ينفعش تسيب الكيسه مفتوحه، لازم نغطيه، فافضل حل في الحاله ديت هو المراوح. لو شفنا الجهاز غالبا بيبقى بمروحه واحده بس، هنا عاملينه ب3 مراوح عشان نزود التهويه. خلاص، تحت المروحه ده، هي دي مروحه البروسيسور، تحتها مباشره البروسيسور. البروسيسور معمول له مروحه خاصة بيه، لأنه هو أكتر جزء بيسخن، وأكتر جزء بيتأثر بالحرارة، وأكتر جزء احنا بنحاول نحافظ عليه. طب إيه وظيفة البروسيسور؟ البروسيسور يعتبر أساساً مخ الكمبيوتر، يعني الجزء اللي بيعالج العمليات اسمه البروسيسور، البروسيسور أصلاً يعني معالج، يعني الجزء اللي هو المخ، العقل اللي بيشغل كل الأجزاء التانية بعد ما إيه؟ بعد ما يعالج البيانات اللي احنا بندخلها جوه. ده الباور سبلاي. وظيفة الباور سبلاي دي حاجتين، الحاجة الأولانية إن هو يحول التيار المتردد اللي جاي لي من سلك الكهرباء، يعني اللي جاي من شركه الكهرباء لحد البيت، ده اللي بيحوله من تيار متردد لتيار مستمر، التيار اللي بيجي تيار متردد فهو بيحوله لتيار مستمر. الحاجه الثانيه ان هو يدي كل جزء من اجزاء الكمبيوتر نصيبه من الكهرباء، كل جزء له نصيب. خلاص، فهو عايز يدي كل جزء من الاجزاء ديت نصيبه، بمعنى ان ده محتاج 10 فولت يدي له 10 فولت، ده محتاج 15، ده محتاج 20، ده محتاج اكتر اقل. خلاص، بيدي كل جزء من الاجزاء ديت نصيبه. ده شكل اخر للكيسة، بس هنا لا وضعيتها مختلفة وشكلها قديم. دي المذر بورد قديمة شوية، بس انا جايب صورتها، يعني صورتها هنا موجودة اصلا عشان تودينا مكان اللوحة لهم. طبعا باور بوينت ده اصلا معمول من عمل الدكتور عاطف عراقي، استاذ الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، بس انا استأذنته في ان احنا نسجل عليه بدل ما نعمل واحد جديد. اللوحة الام، اللوحة المفاتيح قصدي، لوحة المفاتيح، اللوحة المعروضة قدامنا ديت هي اللي احنا بنستخدمها في الكتابة، شكلها زي الآلة الكاتبة بالظبط، الناس اللي كانت بتعرف تكتب على الآلة الكاتبة. دي حاجة مهمة جدا في لوحة المفاتيح اسمها المسطرة. المسطرة دي هي اللي بتعمل مسافة بين الكلمات، دي الانتر اللي بيدخلنا على اي حاجة من على الجهاز. ثالث زرار مهم هو الاسكيب، ده اللي بيخرجنا لما نخش جوه لعبه او نخش جوه فيديو او نخش جوه صوت او جوه اي حاجه، اللي بيخرجنا من الموضوع ده هو زرار الاسكيب. هنلاقي هنا مجموعه من الفانكشنز من F1 لF2، يعني مجموعه من الوظائف، يعني كل زرار من دول له وظيفه معينه، لو ضغطت عليه بيعمل حاجه معينه في الكمبيوتر، بمعنى ان هو بيختصر عليك شويه خطوات بدل ما كنت تعملها، هو الزرار ده بيفرض الغرض. خلاص، هنلاقي هنا في جزء كله ارقام، ده متعلق بالايه؟ بالمحاسبين، لان كله ارقام وعمليات، جمع وطرح وضرب وقسمه، فده وظيفته بالنسبه للناس دوت. الجزء طبعا اللي فيه الكتابه هو الجزء اللي قدام حضراتكم، الجزء الكبير من الجهاز
من اللوحة. الماوس، الماوس فيه زرارين، زرار ايسر ده وزرار ايمن ده، خلاص. السكرول ديت هي اللي بتحرك لي بتجري لي الصفحات، يعني لما بكون بتصفح النت صفحة طويلة بحتاج السكرول، خلاص. يبقى دي وظيفتها الأساسية، إن أنا أتصفح بيها الكتب أو النت. إنما الزر الأيمن، الزر الأيسر ده هو الزر أكثر أهمية، لذلك إحنا دايما بنقول كليك كليك شمال أو ليفت كليك، ضغطة يسار، خلاص. الضغطة التانية بقى ضغطة يمين، ضغطة يمين دي دايما بتفتح لي قايمة طويلة بختار منها اللي أنا عايزه، إنما كليك شمال دايما بتدخلني على الحاجة ديت أو بتشغلها، خلاص. يبقى ده شمال اللي أنا دايما بحتاجه، بيكون عليه صباع السبابة، انما ده بيبقى عليه الابهام. ده شكلها القديم، كان في زمان زرار في الوسط، انما دلوقتي اتشال واتحط مكانه الاسكرول. المسح الضوء، المسح الضوء اللي هو الاسكانر عكس البرينتر تماما. ازاي؟ البرينتر وظيفتها ان الحاجه تبقى موجوده في الكمبيوتر، كتاب موجود جوه الكمبيوتر اطبعه وخليه ورق. المسح الضوء العكس، لو انا عندي كتاب ورق عايز ادخله جوه الكمبيوتر هدخله ازاي؟ اقوم جايب المسح الضوئي ده وحاطط صفحه صفحه من كتاب هنا، واقوم ساحبها بالاسكانر، اسمها ساحبها بالاسكانر. ساحبها بالاسكانر يعني ادخلها جوه الجهاز، فبتحول لي الحاجه من ورق لكمبيوتر، انما الكمبيوتر انما البرينتر بيحولها من كمبيوتر لورق. بعد كده القلم الضوئي ده مهم جدا في بعض الاعمال والمشاريع، لانه بقى سريع جدا زي ما حضراتكم شايفين، هو بيعلم على الشاشه. مجرد ما انا بمشي على الشاشه وبعلم خلاص كاني ماشي بتحرك بماوس، اسمه لايت بن بالانجليزي. بعد كده عصا التوجيه الجويستيك اللي بنستخدمها في الالعاب، ولها اشكال كتير جدا. الميكروفون اللي احنا بنتكلم من خلاله بنسجل الصوت من خلاله. كاميرا الويب، الويب كام. بعدها كاميرا الرقميه ديجيتال كام. ايه الفرق ما بين الويب كام وديجيتال كام؟ الويب كام دي انا بوصلها بالجهاز، شوف دي فتحه، دي النوع ده من الفتح، النوع ده بنسميه يو اس بي. اليو اس بي اللي قدامنا ده بنحطه في قلب الكيسه، فدي بتسجل لنا بقى، بتعرض لنا صوره الشخص اللي قاعد قدام الجهاز. يعني وظيفتها الاساسيه انها تعرض صوره الشخص اللي قاعد قدام الجهاز، لو انا بعمل محادثه مع شخص اخر يشوف صورتي واشوف صورته، يعني يشوفني فيديو واشوفه فيديو. انما الديجيتال كام دي انا باخدها اصور بيها اي حاجه في الدنيا في اي حته، خلاص. بس انا صورتها بس ما شفتهاش، يعني صورت الحاجه وخلاص، لكن عايز احتفظ بيها. احتفظ بيها ازاي؟ اقوم موصل الديجيتال كام ديت بالكمبيوتر، تقوم تحول لي الحاجه ديت اذا كانت صور او اذا كانت فيديو، تحولها لي لفيلم فيديو على الكمبيوتر او لمجموعه صور على الكمبيوتر ايضا. يبقى هي وظيفتها ان انا بصور في اي حته في الدنيا وبعدين ارجع احط الحاجات دي على الكمبيوتر، انما هناك لازم انا ابقى قاعد على الكمبيوتر لانها ما بتصورش غير الشخص اللي قاعد قدام الكمبيوتر. يبقى كده خدنا كمان الديجيتال كام. بعد كده عندنا قارئ الشفرات، الباركود ريدر ده وظيفته ان انا اول ما بحط شفره وبعرضها عليه بيقرا الشفره ديت وبيعرف لي رقم من شفره المنتج. يعني مثلا عملت كرتونه وكتبت على الكرتونه مجموعه ارقام 10 15 رقم مثلا، فانا عارف ان الارقام من كذا لكذا بتاعت الكراتين الفلانيه. يعني مثلا حطيت الكرتونه دي حطيت فيها منتج معين، الكرتونه الثانيه فيها منتج ثاني، فباختلاف الارقام هو بيقدر يتعرف على المنتجات من خلال الارقام دي، فممكن نلاقيه في حتت كتير. قارئ البصمات، وظيفة ان هو يقرا البصمه. قارئ البصمات ده موجود له تطبيق ظريف جدا في اللابتوب، اللي هو ايه؟ اللي هو ان بعض اللابتوب ما بيتفتحش غير ببصمه صاحبه، يعني انا صاحبي بيقفله بالبصمه. اللابتوب ده اللي هو جهاز الكمبيوتر المحمول اللي بنلاقيه مع رجال الاعمال، اللي هو الكمبيوتر اللي بيتشال في ايد زي الشنطه ده. ممكن ما تشوف صورته قدام شويه. فالراجل الاعمال ممكن يعمل له بصمه بحيث ان هو ما يتفتحش غير ببصمه صاحبه، ان هو وظيفته الثانيه ان هو يقرا بصمه اي انسان عادي. دي لوحه الرسم، برسم اي رسمه هنا وبدخلها على الجهاز زي ما هي. بعد كده ده شكل القرص الصلب اللي هو الهارد ديسك قدامنا. بعد كده دي شكل الاسطوانه سي دي، وبعدين شكل الاسطوانه دي في دي. بنلاحظ ما بينهم فرق جوهري في الشكل. الفرق الجوهري اللي في الشكل ما بينهم هو ان ديت بيبقى لونها ابيض، الجزء اللامع فيها بيبقى لونه ابيض، انما هنا الجزء اللامع بيبقى لونه اصفر، خلاص. بعد كده عندك الدي في دي شكله عامل كده، السي دي نفس الشكل. طب انا بفرق ما بينهم ازاي؟ من الاسم.
بلاقي ده مكتوب عليه دي في دي والتاني مكتوب عليه سي دي. طبعا انا بفتحه ازاي؟ بالزرار ده. خلاص كويس كويس. بعد ده شكل الفلاشة. الفلاشة بنشيل الغطا بتاعها وبنحطها من المكان ده اهو في قلب ال يو اس بي بتاع الكيس. ممكن اليو اس بي اللي قدام بتاع الكيس ما يبقاش شغال، فغالبا اللي ورا بيبقى شغال 100% لانه بيبقى متوصل بالمذر بورد على طول. بعد كده شكل وضع الاسطوانه في قلب ال ده شكل وضع الاسطوانه في قلب الكيسه، يعني في قلب السي دي روم بتاعها. فعشان بعد كده بضغط على الزرار ده تاني، الزرار اللي هو كان فاتح للسي دي روم هو نفسه الزرار اللي بيقفلها، وادخل بقى السي دي روم في قلب الكيسه.